بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم زيارتنا للمدينة الرياضية في محافظة البصرة للإطلاع على الاستحضارات والاستعدادات الخاصة بإقامة بطولة الخليج العربي 25. هذا الحدث الرياضي الذي ينتظره الجميع خصوصا أبناء الشعب العراقي بعد غيبة طويلة امتدت إلى أكثر من 43 عام عن هذه البطولة. استمعت لجملة من الخطط والبرامج والأنشطة الأخوة الأعزاء السيد الوزير، السيد المحافظ، رئيس الاتحاد العراقي لكرة القدم، المستشارين، الأجهزة الأمنية، الدوائر الخدمية، الكل لديه واجب وعمل محدد بشأن القيام بالمهام التي تهيئ كل السبل لإنجاح هذه البطولة. أكيد العامل الأساسي المهم هو تعاون وتفاعل الجمهور العراقي مع أخوانهم المسؤولين عن هذا الحدث، عن هذه البطولة. سوف نعمل كحكومة ومن خلال كل الوزارات والحكومات المحلية في تسخير جهودنا وإمكانياتنا لإنجاح هذه البطولة ولاستضافة الأشقاء من دول الخليج العربي من فرق ومنتخبات وكذلك مسؤولين وجمهور، هذا الجمهور المتعطش للعودة إلى التواجد في الملاعب العراقية. أيضا اليوم تم حسم موضوع نقل المباريات بقرار وبتوجيه منا، سوف يكون متاح لكافة القنوات المحلية في نقل المباريات البطولة لإفساح المجال لأكبر عدد ممكن من الجمهور العراقي الذي قد لا يتمكن من التواجد في محافظة البصرة.